Bonsoir, bienvenue dans ce journal. مساء الثالث من مارس، شهد بلبلة على الهواء مباشرة. فبينما كانت المذيعة نادية مداسي تقدم نشرة أخبار السابعة على القناة الرسمية الناطقة بالفرنسية، قام أحد زملائها بتمرير ورقة إليها على الهواء مباشرة، الأمر الذي أربك المذيعة المخضرمة. قرأت مداسي رسالة الرئيس بوتفليقة التي وجهها للشعب قبيل عودته إلى البلاد من مشفاه السويسري، لكنها ما لبثت أن تقدمت باستقالتها بعد النشرة مباشرة. مداسي أعلنت أن الرسالة مررت لها في اللحظات الأخيرة ولم تكن مرتاحة لقراءتها. الخامس والعشرون من مارس اعتبر يوماً لانتفاضة الإعلام الجزائري الرسمي في وجه رقابة السلطة. عشرات الموظفين نفذوا اعتصاماً أمام مقر عملهم في مؤسسة التلفزة الوطنية والتزموا دقيقة صمت وكمموا أفواههم تنديداً. بعد ساعات من هذا التحرك أعلن عن إقالة توفيق خلادي مدير مؤسسة التلفزيون الوطني من منصبه، وتعيين لطفي شريط المدير السابق لقسم الأخبار في التلفزة وعضو سلطة ضبط السمع البصري، إجراء وصفه بعض الإعلاميين بحالة من التخبط تعيشها السلطة الحاكمة في إدارة الملف الإعلامي في البلاد. أمام اتساع رقعة المظاهرات المليونية في كل يوم جمعة، لم يعد بإمكان أي وسيلة إعلامية عامة أو خاصة تجاهل إرادة الشعب الجزائري. حرية فردية، حرية جماعية، كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين. ربما تكون هذه الأغنية التي شاركت فيها شخصيات فنية وإعلامية مشهورة في البلاد أصدق تعبيراً عن طموحات الشعب وعن التغيير القادم إلى الجزائر.